وبالمرتبة الخامسة بالنسبة لإلي أنا بالأمريكان ماسل كارز، بعتقد عبد الله رح توافقني الرأي، هي دودج تشالنجر الهيلكات ريد آي. عم نحكي عن محرك V8 6.2 لتر سوبر تشارج. طبعاً هذا المحرك بيولد قوية 797 حصان وبيعطي تورك 707 قلبي فوت. أنت برأيك هيك سيارة طالعة من المصنع مجهزة بدوليب فول سليك لتعمل كوارتر مايل، شو في أجمل من هيك؟ بصراحة هذا يعني أنت جبت عصارة المصل كارز. الريد آي لحاله كمان إضافة على المصل كارز يعتبر فرانكنشتاين تشالنجر. ليش؟ لأنه هو عبارة عن خليط ما بين الهلكات وما بين الديمن. الديمن هو دراج ريس مصنوع من الهلكات. الانجن 6.2 لتر اللي على الريد آي جات دوج اليوم شافت 707 حصان اللي على الهلكات، قال احنا نبغى نعمل سياره تجيب اقل من 10 ثواني في الدراج ريس. يعني بس هن كل شغلهم كل تفكيرهم هو دراج ريس وكوارتر مايل، ماشي تاني غيره. زي ما بيقولوا فليكسين مصل، بيطلع هيك عضلات وبينفخوها زيك كذا ما شاء الله عليك. بس طبعا انت بتعرف انه هيك سيارات على الحلبات منا مجهزه ولا شوي انها تنساه، ان كان للباور تبعها او حتى الدوليب اللي عم تحكي انت مثل الميكي تومسون او دوليب المخصصين للدراج ريس محطوطين بالجهه الخلفيه، لان ما عندك تماسك بالجهه الاماميه ولا شوي صغيره. اما بالمرتبه الرابعه حسب رايي انا الشخصي كامريكان ماسل كار، يمكن عبد الله هون ما راح يوافقني الراي لان انا بعرفه منه من محبين يمكن هالسياره كثير، الفورد ماستنج جي تي الفاست باك. انا بشوفها هالمحرك هذا الفي 8 مع انه في 8 بس عم يعطي تقريبا بحدود ال 550 حصان. في عنا طبعا التورك تبعه كمان خيالي لمحرك من الفي 8. اهم شيء فيها انه من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه السياره بتعملها بثلاث ثواني فاصلة 3. عبد الله ما فينا ننكر انه اسم فورد ماستنج مجرد ما انك تقول له حيلا شخص دغري بفكر انه بالامريكان ماسل كار وكانه هي الايكون تبع سيارات الامريكان ماسل كار، بس انا ما احسك بتوافقني الراي. ابدا انا ما بوافق الراي هنا. الماسل كار مفهومه انه سياره اقوى باور ممكن يكون موجود وما تتلف وسيئه الهاندلنج. الامريكان يصنعوا سيارات لا تلف ليمين ولا يسار، تروح قدام. الماستنج اللي كانت تتشارك في لومان وكانت تتشارك في الحلبات ونجحت. وهي والكورجت بالتحديد كمان عم نحكي. فعشان كذا انا ما اشوفها من ضمن الخمسه الاوائل لكن تستحق تذكر صراحه. طيب عبد الله انت برايك مين حل بالمرتبه الثالثه بالتوب 5 من امريكان ماسل كارز؟ انا بالمرتبه الثالثه بالنسبه لي اللي هي تشارجر الار تي سكات باك، لانه الار تي فئه سهله لاي شخص يقتنيها. اوكي. السكات باك هو عباره عن شراء ذكي لاي شخص يبغى حاجه ما بين الاس ار تي وما بين البودي كيت حق الهلكات. محرك تبع السكات باك هو محرك الاس ار تي 485 حصان، يعني حاجه مو سهله، احسن من الار تي يعني بنتكلم بال 380 او حاجه زي كذا. 0 ل 100 ل 4.3 سكندز، ايش تبغى احلى من كذا؟ والسعر مقبول جدا. هلا بلشت تحمل قصه اكثر لانه وصلنا على المرتبه الثانيه. انا بالنسبه لي هي شيفروليه كامارو، والشيفروليه كامارو الزد ال1 عم نحكي. اكيد محرك في 8 مع سوبر تشارج بقوه 650 حصان، طبعا تورك هايل كمان 650 فوت ال بي، ومن 0 ل 100 كيلومتر بالساعه ل 3 ثواني ونص تقريبا. الشيفروليه كامارو بلا منازع يعني تستحق هذا المركز، خلافا لانه دوج ايقونه المصر كارز. شيفروليه ليش تستحق؟ انها غيرت من فلسفتها شوي وقررت انها تدخل تنافس في الحلبات وتصنع سيارات للعامة ممكن انهم يستفيدوا منها، يسوقها من البيت للحلبة من الحلبة للبيت، مثل كامارو زد ال1 1 ال اي باكج. طيب لكن عبد الله وصلنا على المرتبة الأولى. أنا وأنت اثنيناتنا موافقين على المرتبة الأولى شو هي؟ أكيد السيارة، مع إنه قويتها منا أقوى من باقي السيارات، بس هي عن جد الأيكون، هي الدي إن إي، هي كل شيء خصو بالأمريكان ماسل كارز. وعلى فكرة هي السيارة اللي عملت فيها أنا كمان الجينيس وورد ريكورد عام 2013 لأطول دريف بالعالم، اللي هي شيفروليه كامارو الاس اس الفي 8 عم نحكي نحن. محركها ما فيها الباور الزياده، يمكن عم نحكي تقريبا في عندنا باور بحدود ال 420 430 حصان. 100% يا عبدو. ليش؟ لانه السعر يجعل من اقتنائها سهل جدا لاي شخص. فلسفه حقتها انه 415 حصان، 415 نيوتن متر، 4.7 سكندز، هذه قوه هائله لسياره في ال 150 الف ريال سعودي، بينما تقارنها بالهلكات او السيارات الهاي اند بتتكلم 350 الف. ولنحكي اكثر كمان عن قصه التراك مود، نحن بنعرف كمان انه كل العوامل الموجوده